السلام عليكم ورحمة الله. أوشكت الرحلة على الانتهاء، ووصلنا إلى خواتيم سورة آل عمران، وأدركنا سويا أن الجهاد نوعان: جهاد الكلمة والحجة، وجهاد السيف والسنان، واجتمع الاثنان في سورة آل عمران. وتجولنا في أرجاء السورة، تارة مع وفد نصارى نجران، وتارة أخرى مع يهود المدينة، وتارة ثالثة مع مشركي قريش في غزوة أحد. ورغم مرارة الهزيمة في غزوة أحد، إلا أنها ميزت بين المؤمن صادق الإيمان والمنافق. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أعجب ما رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتت قليلا تفكر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي، أي اتركيني أتعبد لربي بالصلاة والقيام في تلك الليلة. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطهر، ثم قام يصلي، أي توضأ، ثم قام يصلي قيام الليل، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ومعنى الحجر طرف الثوب، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وهذا كناية على كثرة الدموع والخشوع والخوف من الله. ثم جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فتى ذكيا، يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه سنته، فبات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أثر النوم عن وجهه بيده ليستفيق، ثم قرأ الآيات العشر الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى قربة قديمة معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه وأسبغه، ثم قام يصلي التهجد. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.